السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامي. حلقة النهاردة عن الفرق ما بين الفرامل الاي بي اس والفرامل السي بي اس، وهنتكلم عن مميزات دي وعن مميزات دي والعيوب وايهما افضل. يعني في كذا شخص بعت لي تعليقات ايهما افضل في الاتنين. وطبعا اغلبية الناس اللي معاها موتوسيكلات بنيلي فالبا سي بي اس بتبيع الموتوسيكلات عشان تجيب فرامل اي بي اس. فالحلقة ديت انا هحاول اشرح للناس ايه الفرق ما بينهم. اول حاجة الفرامل اي بي اس بتكون نظام التشغيل بتاعها كله كهرباء، يعني الكتروني، يعني جهاز سي بي اس هو المتحكم في الفرملة. تمسك فرامل قدام امامية فرامل خلفية، الجهاز السي بي اس هو المتحكم، بيكون في اسطوانه على الجنط الامامي والجنط الخلفي بتكون مشرشره، ويكون ده جهاز الاي بي اس. الجهاز ده نازل في قلبه كابلات ضفيره زي ما احنا شايفين كده اللي هو مشدود على القفيز، وهي دي المتحكمه في توزيع ضغطه الفرمله على الفرامل الاماميه والخلفيه. تضغط امامي تضغط خلفي، لا، هو الحساس المسؤول عن توزيع ضغطة الفرملة. الحساس اللي احنا شايفينه ده بالاسطوانة المشرشرة ديت هما المسؤولين عن توزيع الضغطة، يوزعها امامي خلفي. لكن في السي بي اس العكس خالص، دي فرامل سي بي اس تي ان تي ما فيهاش اي كابلات كهرباء ولا اي اجهزة. هو جهاز سي بي اس بيكون طالع له خراطيم من الخزنة الأمامية وخرطوم من الماستر الخلفي، وده جهاز السي بي اس، لا داخله سلوك كهرباء ولا حساس ولا أي حاجة. جهاز السي بي اس عكس، يعني يعتبر عكس الاي بي اس، لأن جهاز الاي بي اس الاعتماد بتاعه الكلي على الحساسات الكهرباء اللي على الأسطوانة الأمامية والأسطوانة الخلفية. لكن في جهاز السي بي اس مفيش لا حساس ولا أسلاك، كل اللي بيعمله جهاز السي بي اس ان هو بيوزع ضغطة الفرملة بنسبة 70% على الفرامل الخلفية و30% على الفرامل الامامية. طب هل فرملتها وحشة؟ لا، فرملتها عن تجربة كويسة، بس لكن لما تمسك فرامل امامية الفرامل الخلفية ما بتمسكش. يعني في حالة ان انت بتضغط على الفرامل الخلفية بيوزع الضغط، لكن مع الفرامل الامامية مفيش توزيع ضغط. نتكلم عن المميزات. اول حاجة نتكلم عنها مميزات الفرامل الاي بي اس. الاسطوانة والحساس اللي قدامنا دول بيكونوا مسؤولين، زي ما انا اتكلمت قلت مسؤولين عن الفرملة وعن توزيع الفرملة، مسؤولين عن مانع الانزلاق. يعني ايه مانع الانزلاق؟ يعني بمعنى لو انا ماشي في رمل، ماشي في مية، ماشي على زيت، ماشي على اي حاجة، ان هي ما تجعلش الكاوتش ثابت في الارض، يعني مفيش ثبات. لا، ميزة الحساسين دول ان هم بيوزعوا ضغطة الفرملة، ان الموتوسيكل ما يزحفش او ما يجيش على جنبه او الكلام من ده مع اي دوسة فرملة. يعني بمعنى صح ده اعلى سيفتي. وهتكلم عن السي بي اس برضو، بس هخلص الكلام عن الاي بي اس. بصراحة انا من تجربة الفرملة ديت وكنت راكب ال 310 فرامل الاي بي اس برضو، مسكت الفرامل الامامية ثبات، ارجع لفرامل السي بي اس. فرامل السي بي اس ما فيهاش خاصيه مانع الانزلاق. شغل الفرامل السي بي اس يعتبر شغل عادي خالص، ان هو انا زي ما انا اتكلمت توزيع الضغط اماميه وخلفيه. لكن انا لو مسكت فرامل اماميه في منطقه في قلبها رمل او زيت او اي حاجه ما تجعلش في ثبات للموتوسيكل على الارض، طبعا في تزحيف، هسمع الصرخه العاديه اللي احنا بنتكلم فيها، لان الجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز السي بي اس ده هو ما فيهوش اي حاجة خالص، هو يا دوبك ان هو بيوزع ضغطة الفرملة بنسبة 70 زي ما اتكلمت و30، ده السي بي اس. لكن الاي بي اس الحساسات مسؤولة عن توزيع الضغطة، مفيش فردة تقفش، الفردتين الاتنين تكون السرعة بتاعتهم متساوية. دي حاجة بصراحة انا شايفها كويسة في التكنولوجيا، في التطور الاي بي اس في الصناعية بتاعتنا بقى والكلام من ده. هكلمكم وهقول لكم ايه عيوب ده وايه عيوب ده، وهرشح لكم انت لو عايز تركب ايه او عايز الحاجة اللي هي تستحمل معاك، هقول لك ايه اللي يستحمل معاك.
انا من الناس اللي ساعة ما اتكلم الكلمتين دول طبعا هشوف، يعني هشوف طبعا اعلى تعليقات ان الناس بتهاجمني وتقول لي انت ما انتش عايز تتقدم وسط الناس. انا بفضل السي بي اس لسبب الاسطوانه اللي قدامنا المشرشره دي، اماميه وخلفيه، لا قدر الله لو انا حلل العجله الاماميه وبغير فرد الكاوتش فرده مخرومه، بغير بليتين، والاسطوانه دي اتخبطت او اتطبقت او حصل فيها حاجه، او الحساس في اسطوانه اماميه وخلفيه، او الحساس اللي هو بسلك ده، السلك ده اتقطع، او الحساس السنسور بتاعه باظ، براءة جهاز الاي بي اس، الجهاز ده اللي احنا شايفينه ده ما عادش له لازمة، لانه لو بيديله اشارة ان العجلة متحركة وسرعتها كام وثباتها كام ما هو شغال. حابب اوضح للناس النقطة دي. لكن في السي بي اس مفيش الكلام ده خالص، ده ماستر الباكم الخلفي بتاع الاي بي اس. يبقى الحساسات دي والاسطوانه ديت الناس تخلي بالها منها قوي، لان اقل خبطه فيها لانها صاج، اقل خبطه فيها شكرا، السلك لا قدر الله اي حاجه خبطته اتقطعت. لكن في السي بي اس لا في حساس ولا في جهاز متصل بطفيره ولا في اي حاجه، كل الشغل هنا خراطيم، شغل عادي خالص، اي حد يتعامل مفيش اي مشكله. هو الاعلى امان واعلى سيفتي الاي بي اس، لكن انا من الناس اللي هرشح السي بي اس. طب بترشح السي بي اس ليه؟ لان هيبقى سهل التعامل، مفيش كهربا زي ما اتكلمت ووضحت قبل كده، وباخد نفس الخدمة. انا باخد نفس خدمة الفرملة اللي هي الاي بي اس او السي بي اس، يعني باخد السي بي اس اقل نسبيا من الاي بي اس. السي بي اس اقل من الاي بي اس. اقل بقد ايه؟ مثلا ندي الاي بي اس 100%، ندي السي بي اس بنسبة 70%. هتقول لي هتديها 70% ليه؟ لان الفرامل الامامية ما بتمسكش وما بتشتغلش امامية وخلفية، بتشتغل امامية بس، لكن الفرامل الخلفية في السي بي اس زي ما احنا بنتكلم على السي بي اس دلوقتي بتشتغل امامية وخلفية، لكن في الاي بي اس زي ما احنا بنتكلم تمسك امامي تمسك خلفي، ضغطة بتتوزع، الجهاز مسؤول عن توزيع الضغطة امامية وخلفية. انا برشح للناس السي بي اس، لان حتى الصنايعيه في ناس صنايعيه لحد النهارده ما بتعرفش تحضر الفرامل الباكم الخلفيه العاديه. فانا اخليني لو انا برشح هرشح السي بي اس. طب ليه بي اس وحش؟ لا مش وحش، كويس، بس عايز محافظه، عايز انا حلل الفرده او بعمل صيانه في الموتوسيكل او بعمل بشحم او اي حاجه، حافظ على الاسطوانه ديت اللي هي المشرشره ديت، احافظ على الاسلاك ديت عشان مخشش في متاهات. اتمنى ان اكون فدتكم في الفيديو ده عن الاي بي اس والسي بي اس وايهما افضل. لو استفدت مني في الفيديو ده ما تبخلش علينا بلايك، عشان احنا بنتعب على ما بنعمل لكم الفيديوهات ديت، ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناه، وشكرا وكل عام وانتم بخير.